محمود عبد السلام أبو شكاوة، الرياضي العربي الليبي وبطل قارة أفريقيا للملاكمة في سنة 1979، وعندي طبعا ميدالية الترتيب الثاني على مستوى أوروبا، جبتها من بطولة روما الدولية، وموجودة الشهادة متاعها وهذه القلادة متاعها. أنا في يوم من الأيام مقامزن وأصدقائي في المقهى من مقاهي طرابلس، طبعا تحتوا أنت بطل مش عارف، قلت له أنا بطل أفريقيا. فواحد من المجاورين قال ومعمر القدافي، قلت له نط، أنا جاوبت على طول الشعوريين، قلت له معمر القدافي مش بطل أفريقيا، ما لعبش معانا، ما زاولش لعبة الملاك باش بطل أفريقيا، ومشيت على هذا ومشينا على حالنا. بعد 3 أيام على طول لقيت روحي هنا في السجن بوسليم، وبعد 3 أيام في نفسها فتح الباب علي الشرطي العسكرية ودخل. لما دخل قال لي وين انت رامي رمتك زومتك الزومة متاعك، يعني وش كوين؟ قلت له أنا بجنب الباب عشان نشم شوية هوا، كي لأن ما فيش هوا شوية. فقال لي حط رمتك في جنب دورة المياه في جنب الحمام، ما تحطهاش هنا في جنب الباب. فأنا ما خلاص ما ملكتش روحي، ضربت على طول طاح. فبعدها 3 4 أيام دخلوا علي 4 أنفار ملتمين، وهو معاهم من ورا مش ملتم. فدخلوا علي داخل قالوا لي كلام حلو، لحد ما وصلوا بجنبي ومسكوني، واحد مسكني من الشمال ومن واحد من اليمين وواحد من الجنب، ونزلوني على طول تحت الأرض على الأرض. وهو جاب مطرقة وتفل يضرب في صبع، عرفت كيف؟ لاني ضربته، يعني هذا علاش انتقموا مني اساس اني ليش ضربته والله كيف ما. فطبعا يدي تعوج ومن نعيط عيط عيط، ما فيش حد من جاني ولا من قدني ولا ما حد اصلا، ما فيش من حد يسمعك، يعني تكسير في ردود هنا، كسور كل ايدي الدمره هذه اللي جبت بها بطوله افريقيا، بدل ما يكرموني سجنوني هذا اللي صار، يعني دمروا لي يدي. وترشحت لبطولة العالم، أنا أول ليبي ترشح لي كارولاينا، موجود منطق رسمي في أمريكا، أنا اسمي موجود. ترشحت بعد يعني دورات بطولات، غلبت كثير من الأفريقيين، بطل مالي، ساحل العاج، فولتا، السنغال، الجابون، يعني أول مرة ليبيا. وليش ما مشيت؟ نعم ليش ما مشيت كارولاينا؟ منعوني واخذوا مني زوا السفر وسجنوني ودمروا لي يدي، كيف نمشي؟ كيف تلعب صدر الكتاب الأسود؟ ممنوع الرياضة الملاكمة في ليبيا، لأن كان في أمر من معمر القدافي رسمي على المستوى العالمي إن ملغية الملاكمة والمصارعة. فطبعا أنا يعني مهتيني، قلت برد عرفان لهالثورة، شب ندير، يعني لازم ندير حاجة رد يعني جميل لهالثورة هذه. والحمد لله أني يعني انتصرت. الآن أول بطولة نديرها في 2012 في الشهر هذا، ان اولادي اللي ندرب فيهم جابوا 6 ميداليات ذهبيه و6 فضيه.